رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام. في رمضان في أشياء كثير بتتغير وفي أشياء كثير بتثبت، بس من الأشياء اللي بتتغير هو نظامنا الغذائي، ولنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو خبيرة التغذية الست هيا صمادي. أهلا وسهلا ست هيا، الله يعطيك العافية. الله يعافي قلبك يا رب. يسعد مساكي وأهلا وسهلا، نورتينا في هذا الاستوديو. نظامنا الغذائي بصراحة بيتغير من 11 شهر لعند شهر رمضان، شو الفروق اللي بتصير في نظامنا الغذائي وكيف نحاول نسيطر عليه ونطلع من شهر رمضان بأقل الأضرار؟ أكيد. هلأ خلال هالشهر الفضيل في البداية، كل عام وحضرتك بخير وكل المتابعين بألف خير. نعم. غالبا بشهر رمضان كثير من الأشخاص بتعاني من لخبطة بخلال يومهم، أولا لخبطة بالصحوة وبالنومة، لخبطة بنظامنا الغذائي أكيد، وهالشي بيرجع لاختلاف الأوقات وتغيير الروتين حياتنا يلي نحن منمر فيه. يا سلام. غالبا بالأيام العادية نحن دائما كأخصائيين تغذية بننصح بتناول وجبة الإفطار، ما بعد ذلك ممكن يكون وجبات خفيفة خلال اليوم، بعدين بتيجي وجبة الغداء وبالآخر العشاء. أما بالنسبة لرمضان بتغير كل الترتيبات هاي. برمضان دائما نحن بننصح بالسحور، بعدين رح يكون في عنا خلال النهار فترة الصيام، وبتكون أول وجبة وجبة الإفطار اللي هي بعد صلاة المغرب. نعم. وهون كتير من الأشخاص بيكون تناولهم لهاي الوجبة مش بطريقة سليمة 100% مثلا، لهيك ممكن يصير عنا بعض المشاكل. حلو. بعض المشاكل يلي ممكن تواجه الشخص بيوم الصيام أو بعد الإفطار، أول شيء هو التخمة، كثير من الناس بصير عندهم عسر الهضم. عسر الهضم، في بعض أشخاص ممكن يصير عندهم إمساك أيضا. نعم. ممكن يكون في عنا تناول عالي من السعرات الحرارية أكثر من احتياجاتنا يلي نحن بنحتاجها، هالشي ممكن يؤدي لزيادة الوزن. ممتاز، حلو. كيف بدنا نحل هاي المشكلة؟ دائما نحن بننصح بتناول وجبة الإفطار بشكل مجزأ أو مقسم، يعني ما بناخذ وجبة الإفطار مرة واحدة دفعة واحدة. أيوة. بعد أذان المغرب أكيد لا، نحن دائما بننصح بتناول كوب من الشوربة الدافية، وأيضا تناول التمر أو أي مصدر خلينا نحكي سكريات طبيعي موجود مثل عصير طبيعي. نعم. مثل تناول التمر أو الموز دايركت أو مباشرة. حلو. بعد أذان المغرب، وأيضا ممكن تناول كوب من السلطة. لا هون بناخذ بريك صغير، بنقوم بنصلي بنريح شوي، بعد هيك ممكن ناخذ وجبه الافطار. يا سلام، ممتاز، حلو كثير. طيب يعني على سيره الاكلات، شو هي الاكلات اللي بنقدر يعني خلال رمضان انه نحافظ على جسد قوي وتركيز عالي؟ ليش الناس مرات ما بتاكل، مزاجها تعبان، قرفانين الدنيا، ما بدهم يشتغلوا، ما بدهم يعملوا، حتى في عنا نوع من الهزل، من التعب في الجسم، كيف بدنا نحاول نتجاوز هاي النقطه؟ هلا اذا نحن بدنا نيجي للشيء العلمي، بالعكس رمضان هو شهر كثير نحن ممكن ننجز فيه. يا سلام. لانه ربنا خلقه سبحان الله بين 11 شهر، بيجي شهر رمضان، اكتشفوا علميا بانه شهر رمضان هو اكثر شهر الجسم بيقدر ينظف حاله من السموم. ممتاز. فهو شهر ممتاز لنحن نزيد تركيزنا ونزيد خلينا نقول تنظيف الجسم من السموم بشكل عام. هلا نحن اللي عم نتبعه بطريقة سلبية أو بطريقة خاطئة لهيك ممكن تصير عندنا مشاكل. من ضمن الأشياء اللي ممكن تساعدنا في تركيزنا أو زيادة التركيز هو زي ما قلنا تقسيم الوجبات بطريقة سليمة، تناول وتعويض جسمنا للخسارة من السوائل بشكل أساسي، وأيضا الفيتامينات والمعادن يلي نحن ممكن نعوضها بتناول الشوربات المعمولة بطريقة سليمة، بالعصائر الطبيعية، بالابتعاد عن الحلو يلي بيرفع نسبة السكر في الدم بشكل مفاجئ. نعم. بعد الإفطار. حلو كتير. فإذا نحن تناولنا بطريقة سليمة وجباتنا، بالعكس نحن رح نستفيد أكثر ورح نزيد طاقتنا وتركيزنا خلال الشهر. طيب هاي الطريقة. طيب مواد غذائية محددة ترفع من طاقة الجسم ومن تركيزنا العالي خلال شهر رمضان؟ أول شيء لازم نركز على الشوربات بشكل أساسي. حلو. نبتعد عن الشوربات اللي بتحتوي على سعرات حرارية عالية أو كريمة أو الجبنة، نحاول نلجأ للشوربات المعمولة من المرق الدجاج، من مرق اللحمة بطريقة. طبعا. صحيحة. أيضا رح تعوضنا بنسبة الصوديوم يلي جسمي بيحتاجه. حلو. وأيضا بعض الفيتامينات والمعادن. ممتاز. يفضل يكون فيها خضار. أيضا من ضمن الأشياء مثل ما ذكرنا التمر أو الموز أو أي نوع من أنواع الفواكه يلي بتمد جسمي بالسكريات اللي خسرتها خلال. أوكي. الصيام. تمام. كمان التمر رائع جدا بزيادة أو بمحتوى عالي من المعادن يلي ممكن الشخص يفقدها خلال الصيام. وأهم شيء بدنا نركز عليه بشهر رمضان شربنا للسوائل، مي وعصائر طبيعية عشان. تمام. نعوض النقص وما يصير عنا جفاف أو إمساك أو مشاكل التهابات في المسالك البولية. تمام. طيب خلينا نشوف المطبخ شو عاملين لنا مع هالحق الطيب والحلو. الله يسعد مساك شيف امتياز. مساك طارق، أهلا ست هياء. مساكم. مبسوطة باللي قالته، لأنه واحدة من الوصفات اللي أنا محضرتها اليوم سموذي التمر والموز. فلما قالت ضروري ندخل الموز والتمر لأنه
التمر بيعوضنا عن المعادن اللي بنفقدها خلال اليوم، بيعطينا السكر الطبيعي اللي بيساعدنا نحافظ على طاقتنا في رمضان. ورح نعمل شوربة الشوفان بالخضرة، كمان شوربة كتير لذيذة هيك وخفيفة وسهلة. شوربات حكت زي عن الشوربات، حكت عن اللصائق، وجبة خفيفة. أنا أوريدي بسألها مبارح بس لما هلأ التمر مع الموز فكرة جيدة جدا. طيب خلينا نبلش نحضر شوربة الشوفان والخضرة. رح نحط فيها بصل بس كمية بسيطة كتير، رح أحط فيها حمي الزيت. حمي الزيت، خلينا نحط البصل طيب عشان انت بتقلقيه، عشان الغاز شوي بطيء. فنحط البصل وعنا خضرة. هلأ بقدروا يستخدموا أي نوع خضرة بدهم إياه، بقدروا يستخدموا البطاطا، بقدروا يستخدموا الجزر، الكوسة، أي نوع خضرة هني بدهم إياه. وبستخدم أنا ربع كوب من الشوفان تمام، عشان الشوفان رح يزيدها بخليها فيها طاقة أكتر وبخليها مشبعة أكتر. فرح نستخدم الشوفان. بهارات ما رح أحط غير فلفل أسود شوي ملح، وإذا بيحبوا ورق غار فلفل أسود حب اللي بيحبوا يعطي النكهة تمام. احنا بس هيك نحرك البصل يبلش يذبل، رح احط فوقيه الخضار. كانت تقع انا عشان هيك بقلق فيها. اعطيكي واحده احسن منها، خلي واحده اصغر. خدي هاي. اليوم اعترفت لي لما انها تعمل خليه النحل بطريقه كثير لذيذه. صح صح، بعد ما تعلمتها طبعا، لانه فاحنا هلا حطينا البطاطا، الجزر، والكوسه. بقدر يحطوا اي نوع خضار هم بيحبوها. انا ببعد بشوربه الشوفان والخضره، ببعد عن البروكلي مثلا الملفوف، وهدول ما بحبهم خصوصا برمضان. رح نحط الشوفان. يضلوا يحركوا او حركيهم الشوفان بهاي المرحله عشان ما يكتل تمام. سهله كثير، يعني اسهل من هيك ما في شوربه، خاصه يعني احنا في رمضان ما بنكون اولها متعودين على انه يكون الاكل ثقيل و صح. لازم طول اليوم بدنا اشي خفيف بنهايه الليل. انا الصراحه برمضان بحب اشرب شوربه العدس كثير، بعرفش اذا كل الناس مثلي ولا بس انا. شوربه العدس طب شو رايك بشوربه الخضار؟ بحبها بس لا خلاص، او بجوز عشان احنا صغار دائما يعني بالعيله بناكل عدس. للاسف انه احنا الاطفال ما علمناهم انه ياكلوا خضروات او يشربوا الشوربه تمام. فكبروا تمام هيك تمام. هلا رح نضيف، اذا حيضيفوا زيت شيء او لا يكفي. احنا طبعا زيت زيتون حطينا بالبدايه بس عشان نحمص كل الخضار، بعدين رح نضيف عليها مي، مي او مرق الدجاج اذا عندهم، او بيقدروا خليط بينا بديل الماجي، بديل طبعا مرق الدجاج ف رح نغطيها ونتركها تقريبا بدها 20 دقيقه لحتى تستوي. هلا سموذي التمر كمان فكرته كثير سهله. السموذي ايش بيفرق على العصير بتعرفيه؟ احكي لي. العصير بيكون دائما خفيف، وهذا اثقل، هذا بيكون اثقل وفيه ثلج. خاصه هون كمان استخدمنا موز وتمر، يعني بالضبط نكهتين. اغلب السموذي بيكون فيهم يا لبن زبادي يا بيكون فيهم حليب. احنا شو مستخدمين؟ انا اليوم حليب. بدي اقول للناس اللي عندهم مشكله من اي نوع من اللاكتوز بيقدروا يستخدموا حليب الصويا، حليب اللوز بدل الحليب العادي. راح اضيف الحليب. قبل هيك احنا كنا مستخدمين جوز الهند، حليب جوز الهند صح بالضبط، برضه بالضبط بيطلع نكهته كثير طيبه صراحه. رح نخلطهم مع بعض قبل ما اضيف الثلج. بدي اضيف الثلج عشان هيك انا دائما بحب الوان العصير هون عشان الحليب وال دائما. نرجع نخفقه لا يتكسر التلج. هيك خلص السموذي، كثير طعمه لذيذ. واذا شفتي انا ما حطيت سكر لانه التمر اوريدي حلو، حلو والموز كمان بيعطي حلاوه. بيقدروا يحطوا عسل اذا بيحبوا على السموذي يكون احلى شوي، بيضيفوا شويه ملعقه عسل. التمر بدي احكي عن التمر، احنا هلا في رمضان بنكون بنقدمه وبناكله على الفطور مع المي. هون كثير طريقه زاكيه انها تكون مع العصير صراحه او السموذي. هلا بس تدوقي طعمه كثير طيب. انا دائما جديدة. ما بدوها، بدي ادوها اليوم خلص. لا ادوقي انت دائما بدوقي لما 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 وطارق ارفعوا ايديكم على اي شيء قبل ما نبلش. والله ما حكيت لسه هون، لا هون لانه طارق مش متحمس، يعني انه بحكي له بدي اكل
ما بده بس شوربه. دائما احنا بنتحمس ما شاء الله عليها شيف امتياز. لا ده الشوربه قبل شوي كانت طيبه وهيك شوفوا منظره قد ايه حلو يعني، وفكره لطيفه تعطوها للاطفال خصوصا الاطفال وهم صغار ما بيحبوش كثير التمر. فهي الشوربه انا حضرت منها قبل الوقت عشان ما نستنى 20 دقيقه، وهي سموذي التمر وردي عملت كميه منيحه عشان الكل الجميع. اوكي وصحتين. الله يعطيكم العافيه وشكرا جزيلا. ما شاء الله دائما يعني بصراحه خفيف ثقيل اكل شوربات عصير سموذي ما شاء الله دائما يعني بتعطينا ازكى واطيب الاشياء. الله يعطيك العافيه وسعد مساكم مره ثانيه. برجع لك ست هيال نحكي اكثر عن يعني كيف نتصرف من ناحيه الاكل والنظام الغذائي من الفطور الى السحور، بدنا هيك يعني نصح للساده المشاهدين كيف ناكل من الفطور الى السحور بشكل جيد. تمام، هلا زي ما ذكرنا ممكن ناخذ كوب من الشوربه الخفيف مع زي السموذي اللي عملته اليوم الشيف امتياز. حلو. رائع وبيحتوي على بروتين وبيحتوي على كامل العناصر الغذائيه مهم جدا بعد الافطار، فنحن ممكن ناخذهم مع كوب من السلطه ايضا، بعد هيك ممكن نصلي المغرب نرجع بعد هيك بنتناول. دائما لازم تكون وجبتي بتحتوي كامل العناصر الغذائيه، يعني بده يكون فيها مثلا كميه من الارز، شقفة دجاج أو لحم، أيضا ممكن كوب من السلطة. هلأ لاحظ نحن لأنه قسمنا الوجبة ما رح يكون تناولنا عالي زي ما الأشخاص اللي بيأكلوا دفعة واحدة أو مرة واحدة. هيك نحن قسمناها وأخذناها بالتدريج فمعدتي بتقدر تستوعبها أكثر. هلأ بعد هيك ممكن بعد 3 ساعات تقريبا ناخد وجبة خفيفة بعد التراويح، يعني نحكي بعد التراويح ممكن ناخد إما حصة فاكهة أو تمر 3 تمرات، ممكن مع كوب حليب أو علبة من الزبادي مع شوية مكسرات. يعني مش هريسة، مش كنافة، مش قطايف، مش رح أحكي لك هلأ بالضبط عن الحلو. فكمان ممكن الجوز أو المكسرات النية جدا رائعين زي ما ذكرت أنت عشان التركيز نزيده برمضان. المكسرات النية رائعة جدا، خيار رائع. بعد هيك ممكن ننام مثلا لوقت السحور، دائما بنصح بوجبة السحور لأنه هاي الوجبة رح تمدك بالطاقة لفترة أطول لما أنت تتناولها، وأيضا ما رح تخلي جسمك يخسر كتلة عضلية زي الأشخاص يلي ما بتتناول وجبة السحور. فإذا وجبة السحور مهمة جدا وضرورية للشخص أنه يأخذها. هلأ بالنسبة للحلو، إذا بدنا نيجي للحلو، أغلب الأشخاص بيعانوا من رغبتهم الشديدة بتناول الحلو برمضان. السبب هذا لأنه جسمنا بيخسر نسبة سكريات عالية جدا خلال فترة الصيام، فطبيعي الجسم أول إشي بيطلبه السكر، ولكن نحن منترجم السكر لحلو. هلأ إذا تناولنا التمر والعصائر الطبيعية رح يخف احتياجنا، رح نعوض السكريات فما رح يجي عبالنا الحلو بهاي الطريقة. برضو مش عم نقول إنه ما نأكل حلو برمضان، لكن بدل ما يكون بشكل يومي ممكن يكون بشكل مرتين لثلاثة خلال الأسبوع، نقلل استهلاك القطر، نقلل استهلاك السكريات، مثلا القطايف بدل ما نقليها نشويها شوي، نستخدم مثلا العسل بدل القطر كنوع من التحلاي. ممتاز. فنحن فينا نجعل وجبتنا صحية أكثر. نعم، إذا استشارية التغذية ست هيا صمادي كنت معنا نورتينا، الله يعطيك الصحة والعافية وربنا إن شاء الله عن قريب يبلغك رمضان وتكوني مبسوطة. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا. شكرا كثير. شكرا. مشاهدينا الكرام بهذا الفاصل القصير رح نروح نجرب أنا وست هيا السموذي والشوربة، وأنا إن شاء الله بترككم مع شباب فرقة ومجموعة روح الفنية لنسمع هيك إشي طربي يدخلنا بجو رمضان الحقيقي. خليكم معنا.